نذهب إلى لبنان، حيث رأى البطريرك الماروني بشار الراعي ألا دخل للشعب في جنوب لبنان بالحرب الدائرة هناك بين حزب الله وإسرائيل. البطريرك الماروني شدد على وجوب عدم انزلاق أحد إلى التدمير والتشريد من دون فائدة. يجب ألا ينزلق أحد بوطننا إلى الحرب والقتل والدمار والتهجير والتشريد من دون فائدة، والقضايا لا دخل للبنانيين عامة بها ولأهلنا في الجنوب اللبناني. أما مطران الأرثوذكس في بيروت لياس عودة فقد انتقد بشدة جر لبنان إلى الحرب في غزة. فهل يجوز لفئة من اللبنانيين أن تقرر عن الجميع وتتفرد باتخاذ قرارات لم يتوافق عليها جميع اللبنانيين ولا تناسب مصلحتهم؟ وهل تقبل هذه الفئة أن تبادر فئة أخرى من الشعب إلى اتخاذ مواقف أو القيام بأعمال تزج الجميع في أوتون صراعات يدفع الجميع ثمنها؟ السؤال: أين الدولة من كل هذا؟ من نيقوسيا ينضم إلينا لمناقشة هذه التطورات نوفل ضو، منسق التجمع من أجل السيادة. أستاذ نوفل، مساء الخير، أهلا بك معنا في الأخبار ليلى على شاشة الحدث دائما. اليوم بعد الاستماع لكلام البطريرك الراعي والمطران عودة، مرجعيات أساسية بالشارع المسيحي، يتم كثيرا الحديث أو حتى اعتبار أن الجنوب اللبناني هو بيئة فقط تابعة لحزب الله، ولا نتحدث هنا طائفيا ولكن يحكى كذلك بالانتماء السياسي. هل ما زال يمكن اعتبار ذلك اليوم من بعد ما رأيناه خلال هذه الحرب؟ من الواضح أن الانقسام العمودي والشرخ بات كبيرا جدا بين حزب الله وأذرعه السياسية والحكومية وبين اللبنانيين الآخرين. وهنا أنا أعتقد أن البطريرك الراعي في الكلام الذي تحدث به اليوم، وهو في أي حال لم يقل كلاما جديدا، موقفه معروف، كذلك المطران عودي. أنا أعتقد أنه هذا الكلام يعبر عن فئة كبيرة من اللبنانيين، سواء كانت من المسيحيين أو من المسلمين. هناك فئة في الجنوب مغلوب على أمرها حتى داخل الطائفة الشيعية، هذا الكلام يعبر عنها اليوم. بكل أسف، عوض أن تقوم الحكومة بلعب هذا الدور وبأن تمثل جميع اللبنانيين وأن تكون في مواقفها عاكسة لمواقف كل اللبنانيين وللجامع المشترك بين اللبنانيين، هذه الحكومة تعمد إلى تغطية مواقف حزب الله، مما يضطر القيادات الدينية وبعض القيادات السياسية إلى التدخل لإرسال أكثر من رسالة لحزب الله وللمجتمع الدولي بأن حزب الله صحيح يفرض أمرا واقعا في لبنان، ولكنه لم يتمكن من إجبار اللبنانيين على الرضوخ لوجهة نظره، وبالتالي هناك فئة كبيرة من اللبنانيين ترفض الزج بلبنان في أي حروب في هذه المرحلة بالذات. هو طبعا هذا الكلام سواء للبطريرك الراعي أو المطران عودة جعلهما مادة دسمة على مواقع التواصل الاجتماعي لتهجم عليهما من جانب جمهور حزب الله، ولكن إلى أي مدى يمكن أن تصل هذه الأمور اليوم في تهديدات وصلت في كلام يعني كان لافت جدا بالنسبة للتعاطي مع الأصوات المعارضة لحرب حزب الله؟ يعني حزب الله لن يتمكن بالترهيب والترغيب من إخضاع اللبنانيين، يمكن أن يورط لبنان ولكنه لن يخضع اللبنانيين. بطبيعة الحال باستطاعة حزب الله نتيجة ارتباطه بالمشروع الإيراني أن يجعل لبنان واللبنانيين يدفعون ثمنا غاليا نتيجة لمغامراته، ولكن في النهاية هذا لن يؤدي إلى قبول اللبنانيين بما يقوم به حزب الله، ولن يؤدي إلى إجبارهم على تقديم التغطية السياسية لما يقوم به، وبالتالي هناك شرخ كبير. منطق القوة لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية، وبالتالي على المجتمع الدولي أن يفهم تماما هناك مفادون يذهبون ويعودون إلى لبنان، عليهم أن يفهموا، وأعتقد أن هذا الكلام جزء منه وظيفته أن يفهم المفادون بأن ما يقوم به حزب الله في المرحلة الحالية ليس قرارا لبنانيا ولا يعكس وجهة نظر اللبنانيين،
وبالتالي هذه الأصوات كما سبق وقلت تحاول أن تغطي بعض النواقص أو بعض الفجوات في الموقف الرسمي للدولة اللبنانية. سيد نوفل، يعني حزب الله اتكل كثيرا على تحالف وعلى غطاء مسيحي بالفترة الماضية بعد 2005 وبعد الاتفاقات التي حصلت اتفاق مرم خيل، ولكن اليوم هل فقد حزب الله هذا الغطاء وعلى ما يعول للاستمرار إذا ما كان فاقدا له؟ يعول على منطق الترغيب والترهيب وعلى الأمر الواقع وعلى فائض القوة في السلاح الذي لديه. هذا الفائض في القوة يمكن أن يستخدمه ضد إسرائيل، من الممكن جدا وهو قادر على استخدامه ضد إسرائيل، ولكنه لن يؤثر على موقف اللبنانيين في الداخل. سبق أن استخدم مثل هذا السلاح وفائض القوة في 7 أيار وفي غيرها من المناسبات، وها هي الأمور بعد عشرات السنوات تثبت بأنه أحدا من اللبنانيين الأحرار والسياديين ليس مستعدا للرضوخ لمنطق حزب الله. حزب الله باستطاعته أن يحتل، باستطاعته أن يخرب، ولكنه غير قادر على أن يبني موقفا إيجابيا، غير قادر على بناء لبنان، غير قادر على المساهمة في مشروع إيجابي لإعادة الحياة الطبيعية إلى لبنان واللبنانيين. مشكلة هو فعليا ما الذي يكسبه الآن من هذه الحرب بالسياسة الداخلية؟ هل المكاسب التي يعول عليها هي تلك التي يمكن أن تكون تطرح عليه من جانب أي أطراف خارجية تأتي الآن للتوسط لعدم توسيع الحرب، أو هو فعليا يمكنه تحقيق مكاسب سياسية داخلية فقط عبر دوره في هذه الحرب؟ عمليا يعني المكاسب السياسية من خلال المواقف التي تصدر عن رافضي سياسة حزب الله، واضح أنه هؤلاء الأطراف على الرغم من كل الأثمان الغالية التي يدفعها اللبنانيون ليسوا مستعدين للعب بالتركيبة اللبنانية وبالتوازنات اللبنانية. هلأ إذا كان هناك فريق من المجتمع الدولي مستعد لأن يقوم ببزارات معينة أو بصفقات وتسويات معينة، أعتقد أن هناك فريق من اللبنانيين لن يقبل بمثل هذه الأمور. وعمليا حزب الله اليوم حساباته أعتقد أنها ليست حسابات لبنانية فقط، إنما هي بالدرجة الأولى حسابات إيرانية. بالتالي السؤال عن ما يمكن أن يجنيه حزب الله في لبنان نتيجة لسياساته، أعتقد أنه الموضوع ليس من هذه الزاوية والمقاربة لا تتم من هذه الزاوية. علينا أن نسأل ماذا يمكن لإيران أن تجني نتيجة لتوريط لبنان فيما تسعى إلى توريطه به. الجواب واضح، أن إيران تسعى من خلال توريط حزب الله ولبنان كما ورطت حماس والفلسطينيين إلى محاولة تعزيز موقعها التفاوضي على المستوى الإقليمي والدولي مع القوى الإقليمية ومع القوى الدولية. لا شأن لهذه الحرب لا بمصلحة الفلسطينيين ولا بمصلحة إقامة دولة فلسطينية ولا بمصلحة اللبنانيين ولا بمصلحة إقامة دولة لبنانية قوية. المشكلة الأساسية أن هؤلاء الأذرع سواء كانت حماس أو كانت حزب الله تنفذ مشروع إيراني في هذه المرحلة. شكرا لك ضيفنا من نيقوسيا نوفل ضو، منسق التجمع من أجل السيادة.